الليلة على مسرح اليونسكو في البال يا وليد، عشية ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي وليد غلمية. عن هالموضوع رح يحدثنا قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية أندري الحاج. أهلا وسهلا فيك مايسترو. أهلا فيك، شكرا. في البال يا وليد، عشية ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي وليد غلمية. يعني كان في تركيز أنه المؤلف الموسيقي هو يلي عم يتكرم الليلة. صحيح، نحن ما عم هي تحية أكثر من تكريم صراحة. أنا على طول بقول أنه مش نحن منكرم الأشخاص أو الموسيقيين الكبار، الزمن كرمهم. نحن ناس منضوي على أعمالهم قد ما فينا كتحية مش أكثر. ونحن عم نحيي ليس القائد الأوركسترا وليس مدير المعهد السابق، أما صحيح الموسيقي وليد غلمية. نعم. موسيقي والمؤلف المؤلف الموسيقي والموسيقي على صعيد الموسيقى يعني الخفيفة إذا بدك، وعلى صعيد أو القريبة وعلى صعيد الملحن، ملحن الأغنية. التنظيم هو طبعا للمعهد او للكونسرفاتوار الوطني، بس كمان لجامعه الاي يو اس تي. عندكم دائما يعني هالرابط مع الجامعات، شو هدفه؟ مش هدف، هو تعاون، وهذا شيء منيح، بنستفيد من بعض اداريا، بنستفيد من بعض بالتنظيم، بنشوف شو عندهم وبيعرفوا شو عندنا. نحن المعهد كثير عنده صار خبره بالتنظيم، بنشوف شو في بغير محلات وبنستفيد من بعض. هذا اللي صار كمان بجامعه الكاسليك، صار في دعوه منهم، اوركسترا عزفت هونيك وصار تنظيم بين اثنين وبين الادارتين. نفس الشيء اللي عم بيصير، مشكورين جامعه الاي اس تي جدا على التعاون. الليله هو هالتحيه مثل ما عم بتسميها. الليله اي ساعه؟ الساعه 8:30 يوم الخميس 11 للناس كلها. انا على طول بقول الاوركسترا، نعم الاوركسترا هي للناس. نحن يعني نشتغل بالاوركسترا للناس، الناس الدعوة طبعا دعوة عامة. شو رأيك يكون في بالبرنامج الليلة؟ البرنامج كله من إمضاء وليد غلمية من أوله للأخير. نبدأ في وثائقي، رح يكون أول شيء ببلش، بعدين رح نبلش بأول مرة يدخل أرب. نعم. آلة الأرب للمسرح بمقطوعة لوليد غلمية، هو أغنية ولكن لن تغنى. يا ساكن الليل هي نوع من الصلاة، تبدأ الحفلة، بعدين بتبدا الموسيقى الكبيره، وطبعا في مشاركه الكورال، كورال الحديث في المعهد مؤلف تقريبا من 50، رح يكون مشاركين معنا 50 كورال كونسرفاتوار. كورال كونسرفاتوار. وبتبدا الاغاني المعروفه لوليد غلمية، رجعنا وقالوا انطوى، وبعتقد في ناس كثير يعني الاغاني اخذ حقها كثير من زمان، بس في جيل ما بيعرف انه يسلم يا لبنان لوليد غلمية. الى جانب يعني بين في اغاني صارت هيك من المسلمات وموجوده، بس يعني الجيل الجديد بينسى وما بيعرف. طبعا لانه اغاني اخذت حقها، وشوف في بكره حتى الجيل اللي عم يحضر رح يشوف انه الاغاني انه جميله جدا ومعموله بشكل مسبوك بشكل جميل. الى جانب الاغاني في الموسيقى، الموسيقى قلت لك الموسيقى البسيطه وميلوديا مسبوكه بشكل محترف لوليد غلمية. من هيك رح يتقدم موسيقى مش معمولة، يعني مش مسموعة لأول مرة تكون سمع هالمسرح على القليلة يعني. إلى جانب كمان مدلي رح يغني الكورس لوليد غلمية من ألحانه، وكان كله هو لصباح. شو بدي أعمل قلي، يا مسافر وقف على الدرب، مسيناكم مسونا، ومجموعة كمان شي ثلاث أغاني. رح نشوف فيديو قلت لنا اياه معك، شو رح نشوف فيه؟ اللي بنشوف فيديو هو اعمال الاوركسترا من سنتين لهلا تقريبا، الاوركسترا للموسيقى الشرق عربية. تنشوف شو اعمالها، لان في اكثر من تحيه لاكثر من عظيم. صحيح. Thank you.
كنا عم نحكي شوي تحت الهواء مع هالموسيقى الرائعة يلي عم تلعبوها وهالتطعيم يلي كنت عم تحكي عنه تحت الهواء. تطعيم بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية وحتى بين يعني العازفين إن كان بالأوركسترا الغربية أو أوركسترا الشرق عربية. هذا ما يميز هذا الأوركسترا. أنا على طول بقول الأوركسترا الغربية بتشتغل نمط واحد ما فيها تقرب على العربي. أما الأوركسترا العربية مثل ما شفتي فريد الأطرش كاتب موسيقى كلاسيكية هي موزعة فرانك بورسيل بال 64 لأول مرة انعزفت بكينون الثاني إلى يعني شوف الأوركسترا كيف تنقل من الغربي للشرق وهيدي ميزة نحن نتميز فيها بالشرق عن وعن كل الأوروبيين طبعا عن كل الأوركسترا. وشفنا كمان انه ولا احتفال يعني عم يكون مماثل للثاني احتفالات مشاركين فيها الطلاب من المدارس كان في طلاب المقاصد يمكن طلاب صحيح طلاب المقاصد في احتفال مع أميمة الخليل كمان نكهته مختلفه افتتحنا مع أميمة بال 2012 بايلول 2012 من الحفلات من اربع الحفلات واختمنا بفريد الأطرش يعني بالكيلو الثاني كمان كانت من أربع الحفلات بالأونسكو كنا بس لفتني الأغاني اللي عم يغنوها تلاميذ المقاصد مثلا تلاميذ بهالعمر يمكن حتى مش سامعين فيهم أوقات هالأغاني صحيح هيدا اللي عم قلك إنه حتى لما يسمعوا وليد غلمية هلا بهالأمسي رح يتمتعوا لأنه مثل ما بقول أنا على طول الموجود هلا بالبلد كأغاني أنا ولا مرة بكون ضده بس لازم نحن واجباتنا كمعهد نفرجي او نسمع الناس الواجبنا ولازم نعمل واجبنا صح نحن وهن بيميزوا رح تشوفي هول الاشخاص رح يحبوا هالجيل الجديد رح يحبوا الاغاني لانه برجع اقول لك مسبوكي بشكل صح. نعم. اليوم تحيه للمؤلف الموسيقي وليد غلميه صح. وشو يعني الاشياء اللي جايه؟ في تحضير لبرنامج محطوط انا على اللي عندي انا في مارسيل خليفه في وعدنا الاستاذ الياس رحباني في جهاد عقل لاول مره بيكون موسيقي معنا على مسرح عم نحضر في مطرب من الاردن مستضيفينه ايمن تيسير في نعم. سبع بهال نعم فاذا بس الليله اذا كنا حابين نتمتع بموسيقى وليد غلميه مع الاوركسترا الشرق عربيه بالكونسرفاتوار الوطني ومعك مايسترو اندري الحاج الليله الموعد الخميس 11 نيسان الساعه 8:30 قصر الاونسكو على مسرح اسمه والدعوه عامه اهلا وسهلا فيك شكرا لك لوجودك معنا ولكل جهودكم يعني بهالاطار مشاهدينا هلا وقفه ومنرجع نتابع